نموذج زي مبزحة أسب تزارب أرستن تايو أب يرب أوان المعرب وان هجرات أو أفريقيا زلونا الرأي بفلايكا أب نعشت هجرات كمعبلة زريليا ناي معبال ناي هجر إيكونومي نمعباي سرح هجرات كما يدخون أكايدان وين ممرحي ينزكاة لازولي نلو معالت الرستنا أب إرترا حد أوانسي حد بروفيسور حيتومو نمن تاين زن استفال علي عبيت هجرات كان بعال World Bank, IMF, Common European Union. إذا كلن هجراسي نيجران هجراس زغوايا. بفلايكا ني أفريقيان هجرات. هجي نظر استيزار وزلو بزعب إرترا كم تصلز دلوا. ناو حد خرد أنا زلو أب إرتران أب كلوت ناي ناشناش تو أفريقيان هجرات. بفلاي ناي natural resource. زغون أفريقيان هجر توينا natural resource هلا. ويدما تفطروا حبتي مالتي علوا ارترا خاب في الليل نمن تاعن زن هاغراسيني ارترا اغراز غبرالا ارترا تفرحان دا خوينا انتهايو سغاتن كاب ارترا نيشتي هاغريا بز حزبي يبلان حموشت 6 مليون زكون حزبي انتهاي كوين نز هاغرزياس اغراز غبرالا ناو ابز غودايز انتهايتي اغداس نتبي ات انترستي نغر اتحاتات زحات تزلون تدنيقي يسمع زلو مهنياتو أب حنتن إيش تهاجر كم زجرم تقدرشهم كزارة وخلو زهاجر زياس أنتي زلوا خوينيو أنتي نيز هاجر زارسكم السرعت حكي تسقوم هاجر كويسي بتاعور بيت إثيوبيا ناتوم ويج ما خلوت أفريقيا أن هاجرات ناتوم مكتل وسيرام قوم عند أكايدا كيكوديو ناو مجمرتا نايزي سب أيزي ملختي كسمعكم أتسيلا شعو نايزي سب أيزي ملختي مسمعنا أب سينيغال حدش بريزيدنت مريجلو إذا حدش بريزيدنت سي ودي 44 عامات ودي 44 عامات ناي تاكس زغفل زنبرة ناي تاكس تسرح زنبرة من إسايو سلازي إذا سوعي زي بمجمرتا عبتي ناي بوليتيكا سيستم كمزي مش تتخطيلكم لبزه جزاء أبني أفريقيا مريحنات حرسب أبني ميرز أني حمود حركة مير نبكال بدرجة أما حداري قال لنا بلا درجة درجة نوسخ منيستر خون كومو إدغيتي قبرمو برايم منيستر حر بريزدنت خون مالا درجة اللو إذا بزي كاب ناي أوبوزيشنز نبرا أبسا عزي بريزدنت ناي سنغال دخونة أب سنغال كابلو تخميزو تسفاتا جيروزولو بأبز حالف سلسة معالتات كا أبز حابو speech مالتي انتهى التزاريبو نحنا نفرانس كبعدنا ووتو فرنسا كبعدنا ووتو سلازي ازي بروفيسور لون باز بحالو نزي افريقاوي مراحي متعزو اللو مراحي كبلي قليتو سلازي ازن كال انزبل ارستينا كنزارب مجم مرتاقن نايزوم كلتا سوات زارباب زعبا ارتراز بولو كنسمعنا كتلنا شعنا بروفيسور لون باز بولو أنتي حدش بريزيدنت ناي سنغال انتي سلازي بلي ام اوريدي بعيني مايكروسكوب زت متوازلو وي بسكات زت متوازلو اذن قال ان اذا ما تيالخو نابو كبلكو power in NATO countries but also clearly annoying and angering human rights groups western human rights groups نمنتها إرترا نمعربان هاجرات تقود تعزلا نمنتهاين بزعبا إرترا زلونا كايدان مرحنا تنسي بتعمي نيجاتيف زقون ردي زلون انتهاي تساقمي خاتبل زبل حطو يحاتي تو ناو نسمعي السباي You know, I wrote an article titled Eritrea, though, Cuba of Africa. I mean, Cuba is the only country in Latin America came to power by their own struggle. أنا حنتي حالة صحف أقرب نيرة. أبتدي صحفيك بزعبا إرترا تاني كوبا ناي أفريقيا إلس صحف أوتي نيرة. بزغ بالكله إرترا حنت خابت النات النات تقاليسا نات نات زمسة حجرة. لك كم ناي كوبا ما تي تمسا سال نتنك قلت لي. Eritrea is the only country in Africa that came to power through the armed struggle. So you know. Just like Cuba has been targeted by the Human Rights Watch and all these people and the CIA, Eritrea has faced the same sort of hostility. Look, I come to Cuba, بنايم عربان هجرات استفل عليه جزي جرا زمتع إرتراون لك تمسا سال ناتو استفل عليه جدان شجرين يزقت ما مالتيو. Yes, for one thing, Eritrea doesn't owe the IMF and the World Bank any money. They will refuse to take these predatory loans. They're the only country in Africa that hasn't taken these predatory loans in the World Bank.
መጀመርታ ኤርትራ ወልሓደ ዕዳ የብላን ካብ ኣይኤምኤፍ ማለት ወርልድ ባንክ ናይ ዓለም ንዘለቅሑ ሰባት ወይ ሓገዝ ዘድልየን ሃገራት ገንዘብ ወይ ክረዲት ቦንዎ ሽዑ እዘን ሃገራት እዚአን ማዕቢለ ነቲ ክረዲተን ይመልሳ ማለት እዩ። እዚ ግን እንታይ ሲስተም እዩ? ዝኾነት ኣፍሪቃዊት ሃገር ዕዳ ምሽብዋ ወይ ገንዘብ ትሕገዝ ግን ክትመልሰሉ ትኽእል መንገዲ ኣብ ሓፂር እዋን ስለ ዘየለ እንታይ ትገብር ወይ ካብቲ ናታ ሪሶርስስ ወይ ናታ ባህርያዊ ፀጋታት ትሸይጥ ወይ ትልውጥ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ዕዳ ወይ ትገንዘብ ክትከፍሎ ተኮይና ምስቲ ብዙሕ ሰብ ፖፕሌሽን ዝበዝሕ ዘሎ ግድን ገለ ባህርያዊ ፀጋታት ክትሸይጥ ኣለዋ። ኣብ ገለ ሃገራት እንተዳ ሰሚዕኩም ኮይንኩም እቲ ናቶም ኤርፖርት ክሳዕ ሸጥዮም ኮይኖም ብሰንኪ ዕዳ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ዕዳ ነገር ክልተ መኣዝን እዩ ዘሎ። ኣብ ሰዓት እዚ ግን ኤርትራ ዕዳ ዘይብሉ ሃገር እያ። ኣብ ኣፍሪቃ ከ እታ እንኮ ሃገር ዕዳ ዘይብሉ ሃገር ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ብዓይኒ ሓደገኛ ወይ ዴንጀር ገይሮም እዮም ዝርእዎ። Eritrea is unusual in Africa. They're going to stand on their own two feet and they're not going to sell their souls for the short-term money offered them by these, I call them the Western banksters, these predatory... ብመጀመርታ ሕጂ እዚ ክዕዘቡ ከሎ እዘን ምዕረባውያን ሃገራት ውሃዋ ኣንቱም ሰባት እስከ ንተዓዘብና እዚኦም ህዝቢ ካይዳ እዚኦም ህዝቢ እዚኦም ወልሓንቲ ዕዳ የብሎምን ለቃሕ የብሎምን ብፅፍርና ባህልቲዮም። ስለዚ ዕዳ እንተዘይብሎም ከዓ ንሕና ክንእዝዞምን ምልክናትና ክንሪኦም ናይ ንኽእል ኢና። ምክንያቱ ብኣና ንሕና ኣብ ልዕሊ ዮም ወልሓንቲ ኣድቫንቴጅ የብልናን። ምክንያቱ ኣይንእውዶምና ንዘይእውደካ ሰብካ እዝሎ በዝእቶ በዝውፃእ ክትብሎ ከቢድ እዩ። ስለዚ እዛ ሰብ እዚኣ ካብ መጀመር እዛ ሃገር እዚኣ ካብ መጀመርትኡ ብካልእ ዓይኒ ክንጥምታ ኣለና ዝብል ኣረኣያ ኣለዎ። ኤርትራ ብናቶም ዓይኒ ክንሪኣ ከለና ኤርትራ እታ ብናይ ፖሊስ ብዝተፈላለየ ምክትታል ዝግበረላ ፅዑቅ ምክትታል ዝግበረላ ሃገር እዮም ዝብልዋ እንትኾነ ኣብዚ ክድክያ ግን ብዙሕ ፖሊስ ከማይ ትረክብኒ ኢኻ ሰላም ዘለዋ ሃገር እያ። እቲ ህዝቢ ውድ ሕጉስ እዩ ዝመስል። እዚ ክብል ከለኹ ሽግር የለን ማለት ኣይኮነን። ናብ ንሕና ኤርትራ ሃገርና ከመይ ምኳነ ልዕሊ ሓደ ፃዕዳ ኣይኮነን ዝነገረና። ንሕና በዓልና ሃገርና ከመይ ምኳና ንፈልጥ ኢና። እዚ ኢሎም ኣይኮነን። እንተኾነ ግን ሓደ ነገር ክንርድኦ ኣለና። ዝኾነ ዓይነት ናይ ምዕረባውያን ሃገራት ተኸታቲልኩም ወይ ተዓዚብኩም እቲ ኣብ ኣፍሪቃውያን ሃገራት ማለት እዩ ዝክተልዎ ኣካይዳ ግጉ እዩ ወይ ድማ ኣይቆንዕን እዩ። ናብራ ከቢድ እዩ። ናይ ኤርትራ ቀሊል ኣይኮነን ክብል ኢለ እየ ማለት እዩ። Because they've had the underground sanctions for 9 years. There's sanctions and unofficial sanctions still punishing the country now. You know, they're trying to make Eritrea kneel down. And Eritrea's motto is, we never kneel down. ንኤርትራ ሲ እቲ ቀንዲ ናቶም ዕላማ ልዕሊ 9 ዓመት እገዳ ገይሮም ልዕሊ እዩ ዝኾን እገዳ ልዕሊ 20 ዓመት እዩ እገዳ ማለት እዩ። ኩላት ንኸም ንፈልጦ እቲ እገዳ ሓሶት ኣይኮነን እወ ተኣጊዳ ኤርትራ እቲ ሓቂ እዩ። ፍተው ፅሉ ማለት እዩ። ገለገለ ሰባት ኣለኹም ክቱር ፅሉ ዘለኩም ኣብ ኤርትራ ኣብ መንግስቲ ይኹን ኣብ ህዝቢ ኣብ ምንታይ ብልቃ ኣይፈልጥኒ ግን ኣገላልፀኹም ሲ መን ይፀላእኹም ከነ ይትፈልጡን ማለት ኩሉ ኮኔልካ ንምፅላም ትኽእሉ ኣለኹም። ናብራ ኤርትራ ይጠፍኣንን እዩ ንዓይ ብዛዕባ ኤርትራ ከምዚ ክትነገረኒ ትኽእልኒ ኢኻ። ምክንያቱ ኣነ ነይረ እዩ እቲ ናብራ ፈልጦ እየ። ግን ገለገለ ከዓሲ ዓይኒ ክፍት ኣቢልና ክንርእሰ ዘለና ኢለ እየ። ኣብ ኤርትራ እገራ ተገይርላ ልዕሊ 10 ገለ ዓመታት እዚ ኩሉ እገራ ተገይርላ ከሎ ግን ንኤርትራ ንኸንበር ክኸዋ ኢሎም እዮም። እቲ ናይ ኤርትራ ናትና ኣካይዳ ከዓ እንታይ እዩ? ዓይኒ ምርከኽን ዓይኒ ደልን እንተኾነ ኣብ ናይ ሳዋ ተሪኢኹም እዚ ድራማታት ወይ ዘርእዎ ፊልምታት ዓይኒ ምብርከኽን ዝብል ድራማታትን ትርኢኹም ብድራማ ገይሮም ዝሃብዎ መልሲ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ከርኢሉ እዩ ሰብ ዓይኒ ምብርከኽን ና እዮም ዝብሉ ዝብል ዘሎ Now, a lot of people, Eritrea is a small country, easy to ignore. But Ethiopia is one of the three largest countries in Africa. And if Ethiopia follows... እቲ ደስጎም ዘሎ እንታይ እዩ? ኤርትራ ኣንሕና ኣብ ሓንቲ ንደሊና ዓይነ ንበርከኽና ብፅፍርና እያ ትብል። ስለዚ ንኤርትራ ይኮንትን ተስጎም ኤርትራ ድኣ ሞዶይ 4-5-6-7 ሚሊዮን ዘለዋ ህዝቢ እያ። ኣዝዩ ዓባይ ሃገር ከማን ኣይኮነን። እቲ ደስጎም ግን ኤርትራ ንእሽቲ ሃገር ኮይና ምልክት ስለትኸውን ዘለያ ሲምቦል ስለትኸውን ዘለያ እቲ ካልእ ሰብ ዝከታተል ነዛ ሃገር እዚኣ ርዩ ንእሽተይ ሃገር ብፅፍረ ኢላ ሙኻ ለቃሕ ዘይብላ ዓዳ ዘይብላ እንተወፂኣቶ
زغونا نجر زغونا عوات نترى أتخطات لنا ويتعازينا حدا سب كعوات زيد لنا كالوت سبات وأنا أنكو جوبرق اللي خنبل لك كم زي أب زغونا حدا دكتور تلاقوني إرتراوي ويجلا مجمر تعب أمريكا أب زغونا عادي وأنا أنك خونق إلي وأكستوك خينو تول مالتي إرترا أبنت كتكون ستخل أتات زغوم كانتا إثيوبيا كاب أفريقيا زعبيت هاجر وبعبيت عسي تسجل تخل 230 مليون هزب زلوا حد خاب تنزعبي هاجرات من أفريقيا تاتسكوب نساء مغنياتو إثيوبيا عسر إرتاحت كتل انت رأى جميرا داس إت شعي لو تزمتس لو تبحان تهاجر تأكل هزمتس كلان أفريقان هاجرات كل وقت عند حر جميرا نيزو تزمتس The Eritrean footsteps of independence, nationalizing the land, getting away from these predatory loans, starting to work more with China. This is going to be a role model for the rest of Africa. Now, the reality is, for especially for the Europeans, because the United States doesn't have that much economic influence in Africa, but the EU, the standard of living of the EU, is the, of the people, is dependent on the super exploitation of Africa. EU could not maintain these people's high standard of living, education, and healthcare, and all these other things. لذي أوروبا وحبرتي بقان دينا زي شجر زيد تقولوا مناتو أوروبا وحبرت أتي نا أوروبا هي وان تاريخهم بفلاي بفلاي فرنسا مالتي نزي أنا بكاليت نتمنى كن متينا مالتي فلاي فلاي فرنسا كاب أفريقيا كاب على مالي نيجر كاب زن هاجرات زين بترخبو أجاتات يوتناتا حبتي مالتي كساب حجي اتن بعل مالي نيجر زن كلن هاجرات اثناتن محبراوي بانكي اب فرنساوي حسب ومو نايزن كلن هاجرات سيب اتناتن بانكس اب تعدي تتكو اتصاج ارمات كابوسي باجت سلعلة imagine like حسب ومو زن كلن ناتن زخ على رسن خ على هاجرات بفرنسا باجت سلعلة كله از ديگر مكا مالتيو سلازي نازي كرد ايلي سبزيني ارترحن تخابتن تسكن هاجرات مناتو سيمبول كتكون صدقل مبزحت ناي اوروبا هاجرات كا بناي افريقا تسقاتات ينكم عبلاز غلا ما عبيلن جين ونحجن أفريقيا خيطة شكونا نسكم عبلايك الآن التستاندار نهيوات نيوروبا تفلتو يخم حرسب نساعد عسرا قلوات كفلو تخونكا قدن تي أبكال عالم كسر حالوات نبرات ويقال ريسورتات كاو أفريقيا خمات سألو أزروايس يزيو واتزي قطلاي كأليني تيز داركت لي تأساس رأي مالاتيو حجي ناب ناي حدش بريزنت ناي فرنسا ناي سنغال نمتي ناي عريتا ازي بريزيدنت زي ودربع عن 4 عامتي لكم نيرا زولو لو نعلم شوكر وازولو زربا ناتو كنسمعنا حبيرنا نكراتل سولس نغو السنغال حدش بريزيدنت يمريتهم ازي بريزيدنت زي بيسارو ديمايا فاي يبهال اكادمي بريزيدنت كوينو ممراتو ام ناي تاكس انسبكتور كوينو سرح نيرو تاكس انسبكتور مال ناي تاكس ورا اتيست سرحه انا متراي يسرح نيرو ان كوربشن خقالس يو قالت ايكونومي نخعبيون زبل عبي اكايدان محلان يجيرو ابزغ صنع زخونه الرايا يو زلو زي نيشتي وي من سي بريزيدنت ور 44 عمت نزي بريزيدنت كون زحغوزو تناي قدم فلوت اوبوزيشن سنبره عثمان سونكو زتبهاله يو تحبابيرو وي عبي حاجز جيرلو سنبت بريزيدنت كوينو مستمرت فاي استفالي مبس عطاد يقير عند خطي ببز حزر غاق موازول لوخا أنا محلا يقبر نزاها قرزيا بتحتنا كن عنان كمرحا مقاني أنت أر كوربشن أب كلو مدايات كنت مقاني يمس عمابات عالو يلو سلزي نايزي بريزيدنت زي عمات أزعان أزراربان أوريدي نمعربان هاقرات أسقا يكوين زولو بفلاي كأنا تا فورمر كولونيست فرنسا مالتيو لذي نابتيز هاوك أنا محتاج بكم حلال فوقم يا حاجر لكن دو سينا أبساعد زي منكستي فرنسا كاب سنغال زلو زي معروي أكايدا كومون منكستي فرنسا كاب كسادنا اني سنغال رجيسونا زنوبرو الوان زبك عالو اوان ايو مسبالها حلم الوكشوك رخونو اللو اوان ايو نبوزوح عمتات زخدة سقيان ويمسكيات هزبنا قزعات هزبنا نكم اوون اب نهزبنا بستفل عليهم من قدتها داون نمكبار استخيار مسرح كوكوارس موهانو يقويج عالوهو زعانت اب تحتي افريقان كوم اوون بفلا يبتح السنغال زكياز نبار عانتها كايدا زبقع الوان متيو كبليو فليمو ابزعات زي منقستي فرنسا حدا نقر كفلت عالوه
حنا نتصح غيرنا منغست فرنسا ناي غوربابوتو اكايدا كختلالقو كاب افريكا اوتيو اوشتي عدو ناي عدو نصانت كستماقرن كمتنسوم نصانت دستماقرو نحنا خا نصانت كمزغبا انا كفلت يغبو كتشلو بزع جرماني خزارب جميرو جرماني كاب علمنا زعبي ايكونومي مالو مالت مبلساساي درجه زحاز زعبي ايكونومي غوربيت فرنسا اتخون زلا جرماني خا انتوغانا ندحر تعازيمنا جرماني نزغون يخون افريكا هذا كتمزمز عين رعانينا كومون ولا اسبانيا كومون ولا ايطاليا زن هاقرات زيان افريكا ان هاقرات تمزمز عين رعيننا تخونتنا تن ايكونومي بعلن زقوها زرا زعبيان زلو هاقراتين زن هاقرات زيان كا لعلي زغونت افريكا يتهاقر حدش تئزاز وي قوي اكايدا لك عن ساتنون أو أفريقيا جزات نيروني تقولنا جزات مثلاً كأتيلان هاجرن بعلن كم حد راس جمرة بزي أو أفريقيا زلون حما أكيدا مالتي فرنسا عن ساب حجيني أفريقيا ب exploit مكبر يا تسرح نيرة زي كوارتز علوه أتذكر من أنا منجستي فرنسا بالخمي يو زحسبو نعنا مرحيك مرسلنا أبكندانا كوينو نعنا زواتس أنان زي واتس أنان كتمنلنا ويك حسبلنا بخمي من قد إزي كونا عكايرا زخون كبليو نزم مدورو قطيلو إزخا أنا زبكع اللقوان مزيو كلاتن أفريقاوان هاقرات كومون أفريقاوان كومون أبدك زلوس أبسد زلو أفريقاوان نونو يأكل زو اللقوان مزيو مو زبكع اللقزي مزيو تحقوسو فرنسا زلوا حما انغوزينا كايد حدا مهنيات كبوكم وي ابنت كبوكم اب مونغوج ادن مالين زنبره اكايد اوم نتعزب اب مونغو مالين چارن استقايد وي غوغي اكايد اتلته دابل ستاندارد مالت نمالي نچادن بحر عين راي ومن ويت زت تقوملو عين اكايد غوزي يونيرو استفالي ابنتاتي هيببسين انا قدا سيكونن سلازو سغري كاليتي ابنت كوكم فرنسا امونغو ايفر كوست تكولو تختلو عين تاكايدالو ايفر كوست نسالساي غزيت حدا بريزنت نسالساي غزن همرت عين تحقي اوتيا اذا انتايدوم شو منغست فرنسا انتايد اذا عين تاكايدا يا صبو يقبل يدو كومغل منغست بيلاروس اتي بريزنت سالساي ترم نسالساي غزي كمرت بقعه يدو كوتس كولوغن منغست فرنسا انتايد اذا غوغيو نا ديكتاتورشيب اكايدا لو حما اكايدا كتبل نقيفات زي دابل ستاندارد نغطر ايدي نزرفوتو نعوم سامعو من هو حق قبلو نعوم زي سامعك ازي ديكتاتوري وازي تشكواني سرعات بلو سلازي ناي فرنسا اكايدا نغرد عنا نخجلس ابنت كبسة زلن ينبر قوين قعزين مخانوت فولتيوهم زي فرنسا ني افريكا نعنا ني افريكا قول حانتي تغمنانا عايتي بليانانا سلازي فرنسا زلن الرائع حنتن فاينال نه نسخة أب قدينا إيد عتقتو أب قدينا إيد كقتو خمسة بلوم نزز علينا وين نتقلب علينا عن حتى علينا يدو ما نعتو حزبي سنغال ناتو من أي حزبي نتسأل نتكستم أورن ترى أقولهم من قصة فرنسا إيد عتقتو وين بتسألوا كومبليتلي أتي فرنسا تتكمز نبرة أكيد عن تاي نزفتو وينقوا أميدا تبوس من بوا دحر بدل لهم زخنا أكايدا كم زكبر ناولو خا نتحجر يوم حدر وام مالتيو leadership by proxy بلو مالتيو إذا عن تأكايدا لو قارض أول أوانيو كبلي كونينو بزخنا إذا كليب ملا كريكم حبيكم تخطات ولو سنام كتال lift its knee off our neck and put an end to this unjust oppression centuries of misery human trafficking colonization and neo-colonization have caused immeasurable suffering. It's time to put an end to this cycle of oppression. It's high time for France to leave us alone. It's time for France to take a cue from its European neighbors and learn a valuable lesson in independence. Germany is the leading economic power in Europe, significantly surpassing France, which is ranked as the third or fourth largest economic power globally. Germany does not exploit any country, any colony. I can mention Italy, I can mention Spain, who had colonies before, but who do not exploit anyone, who do not interfere, who do not impose leaders in their former colonies. On what grounds does France believe it can continue to impose leaders on us and make choices on our behalf? This must come to an end. And the emerging Africa, the African youth, the African elites, and the African diaspora all stand united in saying no, it cannot continue any longer.
France's hypocrisy is evident and pervasive in daily life. Let's examine the cases of Mali and Chad as prime examples of this hypocrisy. In Chad, where the constitutional process has been interrupted, France applauded and its president visited to officially consecrate the new king's coronation ceremony. In Mali, where it is not the constitutional process that has been interrupted, but the transition process, France has condemned and even packed up its things to say that it is leaving Mali. That's hypocrisy. It's the double standard. It is the double language that France employs in its dealings with Africa. እዚ ተሐድሽ ፕሬዝደንት ናይ ሰነጋል እዞም ኩነ ክልጽልኩም ጽንሐኩካ ብሓፂሩ እሱ ዝበለኒ ይደግመኒ ዘሎ ካብኡተ ዝገለፅክዎን እዩ ስለዚ ተኸታተሉ ክሳዕታ ተገድሰና ክንሰምዕና ካብኡ ንኦ ግን During our questioning of Mr. Jean-Yves Le Drian regarding the situation in Ivory Coast and France's decision to allow a third term, he provided a clear explanation. He stated that while he accepted the third term for Ouattara, he refuses it for Belarus. He emphasized that France has condemned the situation in Belarus and has actively encouraged the European Union to do the same. Le Drian explains that in Belarus, millions protested. Unlike Ivory Coast, where there were no mass demonstrations on the streets. This is how France deals with African issues. Personally, we expect absolutely nothing from France. We desire her to cease meddling in our matters so that the people of Senegal can exercise their freedom of choice rather than being influenced by France's selection of a candidate using... እዚኣ እታ እሱ ሓድሽ ፕረዚደንት ናይ ሰነጋል ዝሃባ ዘረበያ ነይራ ዝኾነ ኣብዚ እቲ ሲሚላሪቲ ተረዲእና ክኾን ተስፋ ይገብር ብሓፂሩ ንፈረንሳ ካብ ናይ ውሽጣዊ ሃገርና ጉዳይ ውፁ ጠላላ ዓይንደለኩምና እዩ ዝብል ዘሎ ምሳሌ ፅናሕኩም ከመስነኩም ይፈቱ ርእቶ ወይ ነቐፌታ እንትርኢ ኣለኩም ኣብቲ ኮመንት ሴክሽን ክፅሕፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ቀፃሊ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰና እዩ ኤሪትራና Eritrana wala atana Eritrana Eritrana Eritrana